ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 4/4/2019، والسؤال الوارد لمدرب متقدم يقول كيف أدرب الأربعة الأماميين، لأنه قام يستخدم مصطلح اللي أنا استخدمته، الستة الأماميين، الأربعة الأماميين. الأربعة الأماميين يعني الأربعة اللي واجباتهم الهجومية أكثر من بقية اللاعبين، كيف أدربهم على الشدة العالية باتجاه الهدف؟ الشدة العالية باتجاه الهدف. أنا أفتح لك الباب، في تمارين كثيرة، لكن أنا يعني بإذن الله أعطيك هذا المثل البسيط والسهل. شوف هذا توزيع اللاعبين، المصاطب، هاي مصاطب يسموها بنش، هاي بنش للقفز، أو موانع عندك مفتوحة للقفز، أي شيء للقفز. وهنا أنا مخاريط بلاستيك أو علامات ميم، وهنا مدرب مع الكرة. لا تبعد هاي المصاطب عن، انتبه علي، عن 12 ياردة عن منطقة الجزاء، ولا تبعد اللاعبين عن يعني منطقة الجزاء إلا ب 15 ياردة، فيكونون اللاعبين يعني على جانب المصطبة ذولا سنين بخمس ياردات، وللأسفل خمس ياردات، ومن هنا خمس ياردات، وللأسفل خمس ياردات، فيصير عندنا مسافة جيدة لعمل اللاعبين. التمرين يبدأ بالشكل التالي، يطل المدرب إعاز، يبدأ أول لاعب منها ركض سريع حول هذا، ركض سريع، قفز مرة أو مرتين على المستوى، ركض سريع، ركض سريع على العلامة أو هذا، يستلم الكرة، يدحرج ويصوب، خلص يكون هذا بدأ. ركض سريع، ركض سريع، قافل معرفشين، ركض سريع، يرجع للنص، يستلم، يدخل بالكرة منطقة الجزاء ويصوب. حتى يكون عالي الشدة، انتبه عليه، انت لا تعطي يعني راحة كثيرة وتشرح، واتبع المفاتيح الرئيسية لتدريب عالي الشدة، وبنفس الوقت اتبع المفاتيح الرئيسية للسرعة، وبنفس الوقت اتبع المفاتيح الرئيسية الفينيشنج، أي التسجيل، يمين يسار يمين يسار، تعطي كل واحد أربع مرات راحة جيدة، ثم أربع مرات راحة جيدة، ثم أربع مرات راحة جيدة. هاي التمارين اللي تجمع القفز والركض السريع، هذه بيها نوع من أنواع الشدة العالية، لأن ليست بالسهلة. احسب الآن الركض السريع، احسب الآن القفز، لأن أنا بعض المدربين يقول لك اقفز أربع مرات زوجي، ذهاب وإياب وذهاب وإياب، ثم ذهاب وانطلق وانطلق واستلم وصوب. فهاي نوع من أنواع التمارين اللي يسموها التدريب التخصصي للاعبين الأربعة الأماميين لتطوير ما يعرف بالهاي انتنسيتي تريننج. هذا فكري، يعني أنا أرغب أعمل كل تمارين الهاي انتنسيتي تريننج بالكورة، وأطبع اللاعبين الأماميين الأربعة على هذا العمل اللي يرفع من قيم اللياقة البدنية بشكل عالي، ويدمج تنفيذ المهارة والحركات اللي يقوم بها اللاعب أثناء اللعب بالتمرين. يعني شوف أنت الآن، أكو كثير من القطع يسموه ركض سريع دوران أو قطع عند المخروط، ثم قفز ثم ركض سريع، هاي حركات أخذت من حركات المهاجمين الأماميين، إنه دائما يركضون يرجعون يركضون يرجعون يقفزون. الحركات هاي تأخذها تضعها في التمرين، وتكون أنت قد استنسخت شيء من المباراة، يبدأ بالتمرين وراح ترجع للمباراة. فبالاستنساخ الأول قد تكون الكفاءة قليلة، بالاستنساخ الثاني وعادت إلى المباراة قد يكون الأداء أحسن. فالتمارين عالية الشدة التخصصية للاعبين في مراكزهم ترتبط ارتباط كلي بواجبات اللاعبين أحسن. يعني أنا ذول اللاعبين لو عندي أربعة وسط أدربهم، يعني أعمل نفس التمرين لكن ما أخلي بالتصويب، أخليه عبارة بتغيير الاتجاه على سبيل المثال، بعبارة عن مناولات بينية باتجاه مهاجمين للأمام. يعني دائما أخذ تخصص اللاعبين في مراكزهم وأضعه وين؟ وأضعه في
التمرين. هذا سريع لأن أنا طالع للدوام الآن، واليوم خميس، ربما يدعينا هذا الشخص اللي سأل وراحوا الآن على الصفحة، وإن شاء الله يتوفق. وقلت لك في تمارين كثيرة رائعة على هذا المنوال. صباح الخير والعافية للجميع إن شاء الله. شكراً.